تبارك الله والصلاة على النبي دائما تلقاها عامرة. شو البشرة ما شاء الله ما شاء الله. زعما هاد فاس خصوصا هاد الميزان، هاد الميزان ما عمري ما كنت راكبة في الكار ولا في طوبيس ولا في شي بلاصة ولا شي حاجة وما كانتش عامرة. شو 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 تبارك الله. عرفتي البشر 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 كاين ليل كاين نهار. ودابا عرفتي شنو راه هكاك راه كاينه باقا زعما باقي الحال سخون. الناس تخرج الناس تفوج شويه الناس يفوجوا. هو المهم اخبار فراسكم اللي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا باش يوصلوا كل حاجه ويدير تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد ويدير لي لايك ويدير تعليق تعليق يكون زويون بحالكم. وهادي مدينة فاس. انا دابا فين ما سافرت تنحاول نوريكم المدن ديالنا. المدن ديالنا تبارك الله راه زاخرة بجماليتها وبناسها وبكرمها وكلشي. يلا غادي نخليكم مع فاس. فاس يا فاس، فاس العلمية. بعض المرات ملي تنطرق الطوار راه ديك الساعه تيكونوا صحاب المراقبه ولا هذا ما خصنيش يشوفوني تنصور لان شويه ممنوع باش نصورهم. دونك انا بعض المرات ملي تنكون تنصور ولا شت المراقبه ولا شت لي جوندارم ولا البوليس ولا كذا تما تنهبط الصور لتحت. هادشي علاش بعض المرات تيبان لكم فلو
يلا شكرا شكرا جزيلا. هذه دابا الدخله غادا لتازه، وخليتكم على خير، ما تنساو.